الموجة الصعبة تلقى صح. ينفع هدار. أول مرة في تاريخ القدرة الموسم نور شرار احنا وياك. بيشوف وانا اطلب الله ان الرعود اليوم يسبقون معه. كل خيل الرعود وين تشوفين الحين؟ انا ما احب الظلم. يعني الشيخ خد أي تست 1 2 3 4 انت تعرفين السبب اصلا تتعبين كل شيء شنو اعرف وشنو ما اعرف وشنو هي المعرفه اصلا اذا ما سخرتها في المكان الصح تعبوا منك والله وانا بعد تعبت وقررت هالموسم ما بنتكلم عن أي شيء مضى وسبق فيه جادلت وحلقات الأوف سيزن راح مصيبة كانت كافية إن تحطنا على الطريق الصح مو منك انتين من الناس اللي شنو؟ اللي يقول الحق؟ اللي يفهم شنو لازم أفهم؟ مرات أحس إني فاهمة كل شيء ومرات أضيع أضيع بفكرة أضيع بكلمة شو تقول عن رعود؟ أضيع بتصرفات لا 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 ما عمري شفتها مو صاير شيء اطلبي على المرحلتين شوف ايش صاير أعرف كل شيء؟ أكيد لا بالصدق أبي أعرف كل شيء؟ ما يبغي لها سؤال ابي اروي شيء بالنسبه لي اهم من السباق والنتائج انا صراحه متفاجئه هاي سؤال ودوري تبعي شنو ابي اقول في السباق سؤال اساله نفسي وكل اللي معاي وساعات صدق احس يعني سألتكم كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال أي أحد. كل سباق غير. كل سباق غير إيه. بس من باب التغيير. شنو لازم ينسأل اليوم؟ أسئلة روتينية. هذه النوع من الأسئلة بتعرفون ما تعجبني أكيد. بس إذا هالسنة بقول سباقاتنا غير، فهي فعلاً غير. بتقولون لي ليش؟ ومو بس كذي تركيزنا هذا على الطويل نلعب على كأس العالم وبعد شيء يعني ما يخفى على أهل القدرة كلهم بس صبروا شوي وبشوفونا إن شاء الله بشرفنا سباق 100 و 120 كيلو
المرحلة الأولى ما تقدرين تحكمين ولا تعطين أي شيء. أنا ما أحب اللي يقولون لي مرحلة أولى وتو الناس، لأن ترى كل مرحلة تبني عليها مرحلة ثانية وهكذا في كل سباق. بس على أقل تقدير المرحلة الأولى تحطني على أرضية صلبة أقدر أقرأ من خلالها عناوين رئيسية للسباق. العدد 76. فهمتوا ليش أقول هالسنة غير؟ سريع سريع لحقنا على الخيل، وحال المجموعات في السباقات ما أجزم مجرد رأي، بس هي اللي تقول لنا وتفسر لنا نوعية كل فارس وكل حصان. موقعك وين الحين هو اللي بنبني عليه تقييمنا في ختام السباق. عشان كذي دايماً اسمعوني أعددهم مجموعة مجموعة كل مرحلة وكل سباق. 5 كيلو قطعتها المجموعة الأولى في مقدمتهم بالنصر للمغيرات. وعدوهم معاي 13 خيل، يعني من البداية مشوا بسرعة 33 ل 35. ليش الخوف؟ بس معاهم حق الصراحة، وبعدين بقول لكم ليش. عشرة كيلو 10 خيول في المقدمة، بعدهم بدقيقة مجموعة الفرسان، بعدهم بنص دقيقة الزعيم مع بادجرز ومكارينا، ما يحتاجون تعريف. والمجموعات البعيدة، ولما أقول بعيدة مو يعني وايد بعيدة، كلها فرق 3 دقايق 5 دقايق، فخلهم على راحتهم الحين، مع أنهم كانوا يمشون 28. نص المرحلة، يمكن الحين الوقت اللي لازم نركز فيه شوي. المقدمة 7 من فيكتوريوس، 2 من الرعود، وسلمان مع بن نصر ماسك الليد. وغريب نشوف الأهالي من المرحلة الأولى هني، هي ما صارت إلا مرة مع صقر اسطبل المحرق وفاز، وما أعرف إذا هذي بيكون وضع بن نصر الحين. شنو تبون تكتشفون في بن نصر؟ ريال ولا مريال؟ أنا أقول ريال. الله يسمع منك. أو يبونه يصير ريال؟ كلا الحالتين الله يسمع منك. أنا وأنت نعرف من اللي يبي يصير ريال. صح. نعرف؟ تبون تعرفون عن خيل فيكتوريوس صح؟ هي في النهاية تبي أقول لها اسم حصان. لكن إيه صح. ما في. إيه صح. لأن الصراحة جروسي وأنا أشوف الخيل. الحين مثل ما تعرفين إن شاء الله نتبني على بطولة العالم. وعيننا على بطولة العالم، هم سبق هم تجهيز خيل. بعد بالتعبين مو هالمرحلة اللي عقبها ولا عقبها، كل شيء بفوجئك، واحد قدام واحد ورا واحد قدام. من المجموعة اللي ورا؟ الزعيم لحق على الفرسان، وبين هالمجموعتين علاء الدين العبد الحق. وما أعرف شنو نقدر نتنبأ من وجوده هني. زين عطني 4 وأنا بنقي منهم. 4؟ إيه. 1، 2، 3، 4. آه. كلهم خيل طيبة. ما حد بيغششني اليوم. كلهم خيل طيبة. ما جاملك. المجاملة في الخيل ما تفيد، لأن النتائج بتكشف كل شيء قبل لا نتكلم فيه. بس لحظة الحين. سؤال إذا أنا ما سألته أعرف إن أنتوا بتسألونه أكيد. الرعود شو يسوون هني؟ ومو بس كذي. امسكوا مقدمة المجموعة وفيكتوريوس بعدهم، هذه سابقة في التاريخ. انتوا ما تخلون فيكتوريوس في حالهم، حتى لو كان عندك مجموعة ورا تخلي لك مجموعة معاهم. هالمرة تشوف الرعود خذوا مقاومة. ولا الرعود فرق كبير. واحنا سمعنا عبد الرحمن السعد يقول الفهد خليك وراه، عاد ورا من ما اعرف، بس اظن عثمان.
أكيد هالسبع يقول لا أنا بحط بيس. شيخ دعيك أن فكرة ممثلة يقول بأن أنا هالسنة أنا راعي البيس. شيخ دعيك. ومو بس كذي، سمعتوني أقول فهد. عرفتوا أي فهد؟ ما عندنا إلا فهد واحد هني. مستحيل ما أسأل. ليش فهد راكب معاكم اليوم؟ فهد راكب؟ إيه. هذي ما فيها شيء. في الأخير تحت شعار واحد يعني. مو بشرط إن هذا الرايدر يركب هني، خلاص هاي ملك هني. ما قلنا إنه شرط ملك هني. إيه؟ بس يعني إن نشوف فهد معاكم تقريبا لأول مرة، أو بالنسبة لي أنا أشوفه لأول مرة وياكم، يخليني أقول فهد أول سباق، يمكن أول سباق راكبه، يمكن ثاني سباق راكب فهد في الفريق الملكي، راكب ويا الرعود في دبي. عبد الرحمن ليش اخترت فهد حق هاي السباق؟ ليش اخترنا فهد؟ تمويه. ما في شيء يعني يميزه، ما ولا في قصور عن باقي الرايدرية. هي من حظها هاي العوامل. بس شوي احسه خارج عن المألوف، والشيء الخارج عن المألوف دائما يثير التساؤلات ويخلينا نسأل. صح؟ ليش فهد سألي؟ بسألك وياك، بس قلبي يشرب شيء وبي. شنو السر؟ بس انت قول لي حق لين احنا قال لي شيء غير وكنا عارف الصد شنو. لا انا راكب فيكتوري سمارت، شنو اسرار الرعود؟ سمعتني عن الرعود؟ تقول ليش فهد راكب عند الرعود؟ ما قلت شيء. مطلوب فيكتوري شلون استغنوا عن فهد اليوم؟ كرم الا اذا في سبب ثاني. كلنا محسوبين على بعض، كلهم محسوبين على الفريق الملكي. محسوبين على الفريق الملكي ايه؟ والخاطري مطلوب محترف عند الرعود. يعني الشيخ دعي يطلبه؟ اي نعم، وانا اطلب الله ان الرعود اليوم يسبقون بعد. ما قال هالطلب، ما قال هالطلب اللي قلته صح ترى. تبون تعرفون شنو اللي قلته؟ مو بالحين، لانه كان مجرد تخمين. أنا اللي عارفه شيء واحد. شنو؟ كل شيء أفضل. أي شيء يدور في بالك هو أفضل. بيكون أفضل. شنو يدور في بالي؟ أنت تعرفين. ما أعرف. تعرفين في بالك شيء. شنو في بالي؟ تعرفين كل شيء. فيكتوريا أمس وباكر هني. اليوم أنا راكب حق فريق الرعود، لازم أحترم الشعار اللي أنا لابسه. الفحص كان سهل، الكل دخل مع بعض والكل عدى الفحص وما حد منهم استبعد. ومن بين فهد الأول لين حسن الـ11 كان فرق دقيقتين وأقل. الزعيم بخيل الـ5 عدى الفرسان، وصل للقرية قبلهم، وكان وصوله بعد 4 دقائق من الأوائل وبعد عدى الفحص. أما الباقين فوصلوا بعد 6 دقائق وأكثر، وشكلهم داخلين تكملة وتجهيز لا أكثر ولا أقل. مبارك وينك؟ ما شفناك في المجموعة الأولى؟ ها؟ مخلينك منقذ؟ ها؟ مشارك. مشارك؟ مشارك في الإنقاذ؟ يعني. ها؟ يعني صعبة. صعب تنقذ ولا صعب تشارك في الإنقاذ؟ لا صعب أنقذ. ببرسك. ليش ما خلوه يا ابو مبارك؟ شوف انا ذاك اليوم قلت لهم تعرف شنو؟ قلت لهم ببرسك شكلي اذا مو بويا ابو مبارك بيسوي زين. انا؟ ليه؟ احسك مو يعني وايد اوكي وياه. ايش مالي يا ساعات رايده ما يتوافق مع حصان، يتوافق مع حصان غير. ف كل شيء جايز. يعني هو حصان طيب. ما حد ينكر هالشيء. فساعات يكون الانسان مو متوفق. فليش الحصان ينظلم؟ يتغير رايدر، احتمال يدي اداء احسن، واحتمال اداء يكون اسوء، فما تعرفين.
فالتغيير واجب. مالي حظ؟ ما تناسبون بعض. بيتزودني. صح فهد؟ ثلاثين كيلو مرت عليه بسرعة، ما تغير عليه شيء في المجموعة الأولى، ومن الحين قررت إن المجموعات اللي ورا صعب نتكلم عنها، بس مو معناته إنها غير مهمة. أعرف إن في عدد كبير منها بنشوفها في سباقات جاية، وبما أن الوضع مع الأوائل على ما هو عليه، خلوني أشوف من هالخير. كراك اللي مع عثمان أول مرة أكتبه، فما أعرف شنو اللي بيعطيني، بس الحمد لله المرحلة الأولى مشاوتي طيبة كلش، وركضت شنتي العام يا الرابع، صحته ممتازة، فإن شاء الله متأمين منه خير. وببرسك تعرفونه طبعا، اللي شارك في شانتيه مع أبو مبارك وما كمل، واللي شفناه في بطولة العالم للشباب، وشمس اللي كان بيفوز في ثالث سباق في بطولة العالم، وفنان غنية عن التعريف، وبايتنيك يرجع من بعد سنة، وأرقام اللي راجعناها تأهله أن ينافس في السباق، والطاير بعد مو بغريب عليكم تذكرونه من بطولة العالم العام. وفي بعد بس يعني انت هاي ثلاثة اقول لك ما تقدرين تحكمين، لان انت حال الخيل الحين تعرفينها، وغير الخيل الباقي اللي قاعد تركب في المجموعة الأولية، خيل جديدة وقوية. بس والله وانا اتابع المرحلة كل شوي اقول الاثنين اللي من الرعود الحين بيخفون. ستار انا اول مرة اشوفه، وأدير كان السابع في كأس الملك العام. السباقات اللي مرت عليه قبل كنا على أبر معين، ما كنا نزيد وايد. السباق قالوا خلكم يا جروب واني. صراحة أنا متفاجئة من هاي القرار أو الأسلوب أو الستايل، ما أعرف شو أسميه. راح يخضرة. لا تكرر لي أجوبتك مالك في السباق. عاد شو أقول لك؟ ها؟ عاد مشكلة. ها؟ أنت أقول شوي مشكلة. ليش؟ في النهاية كلنا تحت ظلك. ظل سمو الشيخ ناصر. يعني شنو؟ لخصت لك الموضوع. هاي يعني كلمة على الطاير واللي يفهمها يفهمها؟ في النهاية فريق الملك كلهم تحت ظل واحد. أبي واحد اليوم في القرية ما يقول لي نفس هالجملة. كلهم محسوبين على الفريق الملك. أنا خيل الشيوخ، ما في إشكالية. انثرتين، الفرسان، النصر، هذي كلهم. كلهم تحت ظل واحد. أعرف الحين بتقولون تلف وترجع على الرعود، بس أنتوا قولوا لي صج، قد شفتوا الرعود في هالمكان؟ عطني اسم واحد عاد. صاني. أو فهد. أقول لكم في إن في شيء. ليش أنت حقيقة ما شفنا؟ شنو هو؟ الله أعلم. أول مرة في حياتي في تاريخ القدرة أحد لابس الدكتور يرشح لي أحد لابس الرعود. أول مرة. فهد الخاطري. بس عرفنا السالفة يا جماعة، عرفناها. بس أنت ما تعرف شنو السبب اللي خلى اسلوب او ستايل الرعود يتغير في السباق، ولا انا غلطانه؟ انت تعرفين السبب اصلا ليش كنت تسالين؟ ما اعرف. لا تعرفين السبب. ما اعرف ليش اعرف السبب. ما اعرف السبب. انت ما تعرفين السبب، اذا انت ما تعرفين راح تقرا اعرف ابشر. ما اعرف صدق، ما اعرف. مستغربه من اسلوب الرعود الجديد، اي بس ما اعرف ايش صاير للحين. بالنصر لحين موجود، ولا تقولون ما تذكرونه اللي كان بيطوف فرس فيصل العجمي اسطبل الرفاع العام في كاس الختام. يركض وياهم يجهز حق كاس الشيخ خالد ان شاء الله. وترى ما تغير شيء غير ان علاء الدين العبد الحق لحق على المجموعه، بس
ما اعرف ايش كثر زاد من سرعته عشان يوصل الحين. عم بهاد شنو؟ قال لي بتفوز اليوم. مبارك كله حاط دوبه ودوبه عبر الحق. لا لا احنا متراهنين لانه متراهنين على شنو؟ قولي له بس ما قال لي ريحان ولا شيء ولا تراهنه ولا شيء ما عليك منه بس كذي قلت يحب هو يقط له ورود شوي. ايه انا قلت له شوي قلت على عبد الحق كل سباق بقول لي عبد الحق عبد الحق عبد الحق. مبارك الورد ويحب يقط له ورود وينقط ورد. صار في الفحص كل اللي في المقدمة عدوا الفحص بسرعة ما عدا شمس تأخر 3 دقائق وشوي. أما علاء الدين فتأخر 9 دقائق وببرسك طلع من السباق خلاص. ودام علاء الدين تأخر هالكثر تعرفون شو بنسأل عبد الحق؟ علاء الدين؟ لا تحسفت إنك خليته يجدد مع المجموعة الأولى الحين؟ عليك المدرب وخطط. شنو كانت خطتك يوم جدمته؟ وشنو تبدل الحين؟ ما تبدل شيء واصلا في اللعبة. لا يعني شنو كنت تشوف يوم خليته يجدم المجموعة الأولى وحين شنو لا فكر؟ لا بس شوف علاء الدين احنا اصلا حصان اللي توه من الجدد ما نركز عليك وينر ولا كشيء. ما عليه بس هو يسادس في السباق اللي طاف صح؟ الكوليفاير دي هاي لعبة 100 كيلو توه جاي في الوان ستار ولا حصان؟ جاي تاهل وان ستار. زين يلا 100 حين 120 يعني باختصار علاء الدين لحن مجهز حق نوع هالسباق. انت اليوم الشمس شو الشمس مو مشكلة الخيل نتمرن في 45 درجة مشكلة اليوم رطوبة عندك 75-72 تنشف لك عروج الحصان تنشف خيل اللي مو متعودة. شوف احنا خيلنا اليوم البحرين اغلبيتها بتبقى وانا من خيلي انا اغلبيتها بتبقى خيل اللي جات من الإمارات ممكن شوي الجو اللي تعود عليه هناك غير يختلف شوي ممكن تواصل. زين بعد ما جاوبتني هي. ليش جدمت علاء الدين في المجموعة؟ بس حدك علاء الدين؟ لا احنا انا شفتك يعني خطط يعني شفتك في المجموعة قلت شفتك في المرحلة الثانية. لا لا بس جدمت هو شوف سألت انا ليش؟ ما انا تبي الصدق ابي الصدق ابي الصدق اقسم لك ما يحتاج قسم. الحصان مو شفته يسحب شوي في الرايدة بيصير يتنرفز ويعور روحه واحنا اللي الحالة اللي ما يعور روحه زين ويهلك روحه. قلت له خلي على راحته شنو يبغى يخلي نشوفه لين الى متى بيواصل خلينا نكتشفه هل هو قد هذه السرعه اللي بيروح من اول مرحله طلع مو بقدها يعني قولي بلانتي دي يعني بلانتي بعد هاي لما تصيدك بلانتي ما يصير نطلع مرحله ثالثه بدون ما نسال من بينافس ومن بيقدر يقلص الفرق في هالجو. الفرق كبير مجموعة كبيرة من كذا قلت ما تقدر تحكمين تو الناس فلا تستعيلين خليك على المؤشرات لا تحللين من عندك. اوكي ما بحلل من عندي فيكتوريوس ووضعه ثابت والرعود يمكن هذه تنفيذ طلب الشجاعة اللي طلبناها في كاس الملك العام وإذا استمر على هالمنوال وما ترك مجموعة فيكتوريوس بروحها ممكن جداً بنشوفه واقف هني نهاية السباق وعبد الحق يمكن يحتاج شوية تشجيع عشان يقلب موازين السباق. نقعد أشجعك لا؟ بتشجعين؟ عاد يعني لا مكرينة ولا بجر يبردون القلب أبي واحد يوقف في صفي بس أنا الوحيد اللي أقاتل أنا اليوم وقف في صفي الكل يعني شوف إحنا تذكر تكلمنا عن الخطط المشتركة إيه والله اليوم شكله فيه خطط مشتركة عاد أنت مستبعد منها الحين بنضغط 27 يا نكون يا لنا نكون إن شاء الله قلت لك يا نكون يا لنا نكون هاي الزعج خان يا بني
وما كنت اعرف الصراحه شنو يبي يراويني. انا ما احب الظلم يعني، بس عاد الواحد شو يقدر يقول؟ ما اعرف شلون يعني اوصف هاي الاحساس اللي قاعده فيه. ست انطلاقات متتالية، ومن بعدهم كان الهاشمي اللي زاد سرعته وقدر يلحق على المجموعة اللي ظلت مع بعض عند 5 كيلومتر، مع أن ترى المقدمة كانوا على سرعة 27 و28، على الرغم من أن الجو حار ورطب. الجو وايد حار ترى، الجو يعني ما خدم اغلب الخير. مو بغلط ان المجموعه اللي تاخرت اوكي في المرحله الاولى والثانيه انها تحاول تلحق بعدين، يعني بس قبل في المراحل الاولى كان وقت انك تلحق لان كان الجو زين. انا وافقك الراي صراحه، بس يعني تعرفين مدربين ما تعرفين شنو شايفين من خيالهم في التمارين، لكن انا صراحه اشوفها غلط هالشيء. يعني إذا ما لحقت من البداية ما بتلحق، يجب صعب وايد صعب. وإذا بقول شيء عن هالمرحلة بقول إنها كانت عبارة عن محاولات فاشلة لعبد الحق في إنه يحاول يلحق. خاصة هاي يبي لك حصان سوبر عشان يسويها، إنه يغلص لك فارق 6 ولا 7 دقايق شيء مو بسهل. فلا بالكم ابتسع، تبون تشوفون شيء بعد؟ ولا تقولوا اللي شفيك أو ليش مستغربة أو إيش صاير بعد؟ عمركم شفتوا الشيخ دعي في مرحلة ثالثة وفي هالوضع؟ ما أعرف إيش صار في مخي الصراحة، بس في شيء غلط. تعرفون وضع الشيخ دعي كل سباق شلون؟ أنا أتوتر إن أقرب صوبة أو أقول له شيء من كثر ما يكون مشغول وقلق. بس أنتوا ربطوا كل الأحداث وإلا ما نوصل الجواب مع بعض. وصلت القرية شوي متأخر، ودام شفت الشيخ ناصر بقول له شنو أفكر. شيخ ناصر حيرتني. ليش؟ ما أعرف أقول من الخيل. مجموعة عودة، مرة أقول شمس، مرة أقول بايتنك، صعب أقول المغيرة. الموجة الصعبة تبقى صعبة. ما بتعطيني اسم؟ أنا دايماً أفكر معاك بصوت عالي، فكر معاي اليوم بصوت عالي. من خيل فيكتوريوس. ما بتعطيني اسم؟ لا، لأنه هما يحيروني. يعني صح أنا محتارة. إي، هما يحيرون الواحد. من أسماء يعني قديمة ولا من أسماء جديدة؟ شلون؟ من أسماء نعرفها ولا من أسماء تونا نعرفها؟ بس هاي الهنت اللي أبي. لا والله في خلطة، في شيء قديم. مثل بتنك كاكاو ما شاء الله عليه صحته طيبة وفحص من أول الخيل أموره طيبة ما شاء الله ونشيط في الترك، وفي خيل ما شاء الله زينة، بس في خيل يعني انظلمت في القلب الحين؟ أي والله ما لحقت. إيش صار؟ أي والله شوي يعني افتلت السبحة. من؟ افتلت بعض السبحة، يعني الحصان الوحيد اللي يعني أنا كان يعني أقول عنه اليوم أقوى قلب موجود في الاسطبل اللي هو ستار تبع الرعود انضرب بلنتي. يشتكون الجماعة هناك لأنه طلع برا 42 قلبه وداخل 80، يعني شيء غير طبيعي. فنلوم من نلوم الساعة داخل ولا نلوم استعجال، بس ما أعتقد. أنا يعني حسب خبرة أقول لك هذا الحصان بالذات انظلم، اللي عارف الخير بيشوف قلبه في المراحل الأولية بيعرف. بس عاد الواحد شي يقدر يقول، ما يصير يرجع حق البيت ويلوم الساعة، لأنها قضية جدال تصير مطولة وما لها حق.
بس يعني الحصان الحقيقه انظلم. ستار كان من الخيل اللي انا شفته تبع الرعود اللي الحقيقه ابهرني اليوم، بس ظلمها البلنتي. اما خيل فيكتوريوس على عادتها ما تغير شيء. مع فيكتوريوس ما تغير شيء غير ان ماسا مع باقيو تاخرت فوق الخمس دقائق، وبالنصر طلع. وسلمان يقول ان انا السبب، بس بسوي روحي ما اسمع. والرعود فوق اللي صار مع فهد وستار هدير بعد تأخر. أنا من مساعة أقول لكم الشيخ دعيج والشيخ دعيج، بس اللي فر مخي أكثر الحصان الوحيد اللي يعني أنا كان يعني أقول عنه اليوم أقوى قلب موجود في الاسطبل هو ستار تبع الرعود. مزاج سموه كذي على خيل من الرعود مو من فيكتوريوس خلاص أسكت الحين أحسن وأسأل. تقدر تلحق الحين؟ أربع دقايق كم صار؟ مو بالهدف الرئيسي إن أنا ألحق. ما تبي تلحق؟ نبي نحافظ على الحصان حق البطولات اللي هاي. خلنا ننتظر، ما باقي إلا شوي والمرحلة الرابعة تنطلق. بس وأنا أنتظر. الحين كنا تبون نسوي المرحلة الأخيرة. شيخ أنا يبني هني وما كنت أعرف الصراحة شنو يبي يراويني. تذكرين قلنا من فترة بسيطة أنا وعيسى قلنا إن شاء الله يعني في تغييرات وفي أمور إن شاء الله مصالح الناس وغيرهم. أتذكر. اليوم على أرض الواقع مكان هذا أنا برويت شيء بالنسبة لي أهم من السباق ونتائجه يعني. أنا عارف إن أنا صدق من النوع اللي وايد وايد حنان، يعني إذا أي مسؤولة أو أي جهة يقولون لي بيصير شيء أو مثلاً بنحقق شيء إلى آخرها، عارف إن أنا وايد حن، دائماً أسأل عن وقت، دائماً أسأل عن استراتيجية. هذه صار بأسرع مما توقعت. هذه الاسطبلات الخاصة تغطي تقريبا احتياج جميع الاسطبلات الموجوده عندنا اهل القدره اللي موجودين في المنطقه الجنوبيه، واحنا عندنا مشروع ثاني يغطي بعد اهل الخيل في المنطقه الشماليه، ولان الرياضات تنوعت جغرافيا تقريبا صح. اهل الشمال عندهم رياضاتهم، اهل الجنوب عندهم رياضاتهم، القدره والقفز، لكن في مثلا عندنا اسطبلات في المحرق وغيرهم هناك يمارسون رياضه القدره. من كثر اللي كنت أحس فيه ما كنت أعرف شنو أرد عليه. كل اسطبل يكون عنده خاصيته، مثل الاسطبلات، الميلس، سكن العمال، ووكر ماشين، وهم مسؤولين عن طبعا يعني ترتيب اسطبلهم ونظافته، ولكن يعني المتابعة مع الاتحاد ومع أعضاء الاتحاد إنهم يلبون طلباتهم. 12 اسطبل تقريبا بيكون المرحلة الأولى، بس عادة نتكلم 12 اسطبل يعني شيل عدد الخيل إحنا مدروسة. هذه القرية وهذه المحاجر، هذه مكاننا هني الحين احنا واقفين، هذه فيز الأولي إن شاء الله، ومحسوبة كلها مدروسة التباعد وعن المحاجر وعن القرية وكذا. نمتد إن شاء الله حق المشروع الثاني والاسطبلات الخاصة عقب يتمرنوا عندهم البر، هذا كله ما عندهم مشاكل الزلاق وعبور شوارع وسيارات وغيره، فنطمح إن شاء الله يعني شيء من لهم الخير. أنا ما أعرف شو أقول، يعني صدريتي هاي شعور عرفت هني بنوقف من القهوة في مكان عاد ما ندري اسطبل منها. يقولون والله تحياتنا حق اسطبل، هذا المكان اللي وقفنا فيه انا وياك من القهوة هني ويا راعي الاسطبل ان شاء الله. صح الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ما توقعت ان انا صدق بشوف هاي الشيء الحين، وما توقعت ان صدق بيصير قريب. فخورة، ما اعرف شلون يعني اوصف هاي الاحساس اللي قاعد احس فيه، بس اعرف ان كل اهل الخيل بيحسون بنفس الاحساس لما يشوفون هاي الشيء. المرحله الرابعه الحين بتنطلق. أربع
أربعة الفيكتوريوس، بعدهم أدير، وبعدهم ستار. وصج فهد قال ما بيحاول يلحق، بس سمعت عبد الرحمن يقول له لحق، والدليل كان واضح لما زاد سرعته عشان يخلص هالأربع دقايق. وإذا على هالكلام اللي سمعناه عنه طول اليوم، ما أظن أنه ما بيقدر. والهاشمي بعد مع أدير سرعته فوق 30. ومن متى الشيخ دعي هالكثر يضغط؟ الوقت يمر والمسافة قريب بتكمل، والهاشمي ما عرف على هالضغط يلحق عليهم ولا ما يلحق. تراجعت أفنان، واللي بقوا ثلاثة: بايتنيك مع عيسى، والطاير مع كاترينا، وكراك مع عثمان. وجريب الفنش رجعت أشوف يمكن ستار أو أدير يلحق، بس كل اللي شفته فضة وغبار. وهالمرة الموجة الحمراء كانت غير عن كل الألوان. تعرفين فيكتوريس كل سباق مفاجأة جديدة، يعني ليش سمحين على سامي الستاندر؟ ما رحت على أسامي الستاندر، بس كلها حفلة جديدة تحت اختبارات حق بطاقة العالم. كراك نجح في الاختبار الحمد لله، ليحن باقي فاش، لكن بإذن الله بينجح. لا أنا أقول لك كحصان شايفة في سباق محطوط في محك يعني من قبل بتنك، وشفت ما شاء الله ضامرة اليوم الصبح، توقعت انه صراحة حصان يعني جاهز حق فيه يعني، بس بعد صمد اللي ذي المرحلة كفو علي ازيد من كفو علي. شلون بتعرفين الزين من الشين؟ ازيد من كفو علي صراحة. الجو الحار المرحلة الأخيرة على هالبيس، بس نخلص بعدين. الطاير ما طاف ولا فايتنك اثنيناتهم ايه، يعني حين الثاني فهد هو داش الرابع فحص هو قبلكم. الله صح، هو النية. بحاول ألحق يعني. قلت لي لا، قلت لك لا عشان يعني شو أقول لك، شفت إنه ما يصير، مو بنا ما يصير يعني ما يقدر. إيه هو الصراحة يعني الحصان أول أسبوع ينحط على الطاير ما شاء الله عليه، ما قصر يعني الأغلاط جزء من اللعبة، بس إحنا نقول لا مو بالغلط، الحصان أول مرتاح. صح بالضبط، لكن الحمد لله كسبنا حصان بطل. أنا صراحة متفاجئة من الرعود، وأبي أسأل مساعة أحد من الرعود، يا عبد الرحمن يا شيخ دعي، بس ولا أحد فيهم ياني للحين. أتوقع عقب التتويج استراتيجية غير. لا تقول لي لا، لا الحمد لله، نقول الحمد لله بدايته كذي، نقول الحمد لله احنا يعني ماشيين صح. الجو صراحه وايد حار يعني اليوم 26 كافرج بالنسبه حق الجو وافتتاح موسم، صراحه شيء مو بسهل يعني. وهاي انعطانا مؤشر يدل على ان الموسم بيكون نار. هاي مو بستايل الرعود بتاتا صح؟ لا ما تحبون انتو ذي الستايل؟ لا ما نحب هاي الستايل. صحيح كلامك، صحيح هاي كلامك، لكن بس هاي الستايل وصلكم المنصة اليوم لا؟ اي نعم، قلت لك انا كان في عندنا اشياء بسيطة انزين الحمد لله رب العالمين تداركناها، فضل الله فضل توجيهاته ويبتنا اليوم على البوديوم. لا تطور صدق، تطور واضح ومفتاح الموسم بعد ان شاء الله. ليو يعقوب شكله لازم صدق خوف من الرؤية في السباقات اليوم. إن شاء الله. مبروك. ما حستك مستانس وايد بالفوز ليش؟ لا والله مستانس. يعني مو بنفس كل مرة غير. لا ما في فرق عادي. لا؟ مستانس نفس كل مرة. اليوم الحمد لله الرعود سبقه، وانتي هاي الشيء على قولتك
خلاص لازم نخاف من الرعود، يعني ان انت ما كنتي خايفه منهم واليوم سبقوا. ايه يو ثاني. ايه يمكن المره الجايه يطلع بطل ثاني بعد غير الرعود. خلينا نتفائل. في توجيهات ياتنا، في اشياء كانت عندنا غلط وصححناها. الحمد لله رب العالمين. انا مستانسه حق الرعود. مركز ثاني وافتتاح الموسم، من زمان ما شفناكم تشاركون في افتتاح. انا بعد مستانس على الظهره والثاني والثالث. على من؟ الظهره والثاني والثالث والخاطريه الثاني. مستانس انهم يعني طلعوا وديشوا خاطري؟ يا جماعه ليش تبغين هاي السوالف تبغين تسمعينها؟ غير سباق ال 120 وال 180 وال 40 في سباق 160، والحين بتعرفون التفاصيل. يوم طويل وعلى هداوة، تركيزنا هذا على الطويل. كان تذكرين المقابلة اللي سويتيها في الأوف سيزن؟ قلت لك أنا إذا نفكر في كأس العالم لازم نفكر فيها من اليوم. صح. وهذه اليوم ابتدأ. نلعب على كأس العالم، نخطط حق شهر 5، نأهل فرسان، نأهل خيل، نخلص اللي يحتاجون الأليت، نسوي الكومبينيشن، لأن القوانين شوي صعبة الجديدة. تتطلب أن الفارس حتى لو كان أليت لازم يكون هو راكب الحصان نفسه 160. يعني اليوم تأهيل فرسان مو تأهيل خيل ولا الاثنين؟ الاثنين. من الخيل تمام بتتأهل بعد؟ تمام متأهلة، لكنها تجدد الأليت مالي لأني ركبتها في وينزر 120، فلازم إن أنا عشان أجدد بطاقة الأليت لازم أكون أخلص 160 كيلو على حصان أو فرس مخلص عليها 120 في ظرف السنتين. فتمام لأني خلصت عليها وينزر، فلازم الحين أخلص عليها 160. أول ما أخلص من عندها 160 أكون أنا أعتبر أنه فارس أليت، بس مو معناته أقدر أركب أي حصان في كأس العالم، لازم أركب حصان أكون أنا راكبة بعد في 160. فأكيد بنشوف لك 160 ثانية كل شهر. كل شهر؟ كل شهر 160 إلين كأس العالم، وال 160 هذه نجيب خيل مثل تمام. عندنا أسماء طيبة طيبة. أسد؟ أسد موجود، بازوكا اسم جديد من الخيل اللي أنا حاط عيني عليهم في كأس العالم. نشوفهم إن شاء الله يتأهلون ونسوي عليهم الكومبينيشن ونوصل لهم كأس العالم في لياقة وجاهزية 100%. يعني أنا كل الخيل اللي بتشوفها في 160 وأقول إن هي الخيل اللي بتترشح حق كأس العالم، صحيح؟ مو بصحيح، مو بأمية بالمية. الخيل اللي شاركت اليوم ما يعني لك إن هذا الخيل هي من ضمن الخيول الرئيسية. عندنا بانكو، عندنا صاروخ باراكودا، هذولا جايين اليوم يأهلون فرسان، يأهلون عبد الرحمن السعد، يأهل محمد بن مبارك عشان يكونوا مأهلين مو بخيل بطولة عالم. هذولا خيل حق 120 ومقدرتهم يعني محدودة جدا بالنسبة حق مجموعة كرتون. أنا أمس كنت أقول لك إن موسمنا هالسنة بيكون موسم كل حصيلته بتروح حق كأس العالم ولا لا؟ تركيزه في كأس العالم، يعني هذه السنة سنة كأس العالم، تعرفين أنا شلون تركيزي يصير إذا قلت سنة سنة كأس العالم، مثل منتخبات أولمبياد، يعني سنة أولمبياد، فاليوم تركيزنا يعني لازم يكون كأس العالم، خيل ال 120 نهدها مثل خيل أمس، بس أمس طلعوا عندنا أبطال اللي بيمضون مرة ثانية في مرحلة ال 160ات. عشان ينضمون إلى نخبة كأس العالم، مثل عندنا كراك وستار
حاليا باجيو ثالثهم، هذول ثلاثة روس في كأس العالم. ستار أمس مو اللي صار في المرحلة الثالثة يعني؟ هو البطل أمس، ستار هو كان الستار حقيقة. بس بعد كراك كان وايد كلهم أقوياء يعني. أنا أحس إن كراك يمكن هو كان الوحيد اللي أداءه كان ثابت طول السباق. والله ولا أنا غلطانة؟ لا والله مو غلطانة، بالعكس صحيح. نحن داخلين في مكانه كراك، أنا قلت حق عثمان يوم قبل جهز أعطيتك أحسن راس لأن أبي أهلك عليه 160، بشوفك ويا هالحصان هذا في كاس العالم. بيخلص سباق 160 وبتخلص المرحلة وبنشوف نتائج الخيل وكل شيء نشوفه بنبني عليه شهر بشهر. بس أنا ما عندي شك إن حتى من هاليوم وهو أول يوم للتأهيل بنعرف إن في خيل بتستحق إن يكون لها مكان بعدين. عارف ان تمام يعني مو بخيارك الاول؟ لا والله مو بخياري الاول ولا بتكون، يعني بتكون من ضمن الخيارات. بس انا دائما عندي فضول كان عن تمام. ايش فيها؟ في ان ما في لها حل عشان تكون خيار اول. هي تكوين جسمها وتركيبتها ما تصلح لي، يعني انتوا شفتوها اليوم نشيطه ما شاء الله لين المرحله الاخيره. بس احنا كم نمشي على 20 21 20 21 من الستارت؟ هذه المسافه تقدر تروح فيها طول اليوم. الخيارات اللي بتشيلني حق كاس العالم خيل يعني اجبر، هذه مصممه حق ناس شوي يعني اقصر في الطول ويمكن اخف في الوزن. بتصير خطيره يعني. انا تخيلتها في وينزر بين ان العبء عليها بالذات ان انا يعني كنت رايح ابي اكمل. ابدا ما تعبت الفرس الين الفنش، ما تعبت، لكن عرفت انه ما اقدر احطها مع البيس الامامي. بس في نهايه الامر ترى ما تخذل تمام، يعني لو كانت خيار لي بدخل بطوله عالم وانا مرتاح، بس بتكون خطتي غير. بس انا ما عندي مشكله مع تمام في انها تكون مع الشيخ، انا عندي مشكله في الفرس نفسها. ليش ما تحسين؟ قلت من زمان ليش ما أحس؟ ليش؟ إن هي يعني مو تخذل الواحد، لا هي يعني لحم مو بقادرة على المركز الأول. شوفي تمام، يمكن أول ريس لها يوم في كاس السقراط كانت أول 160 لها، وكانت هال 160 يعني مو بسهلة، كانت يعني فيها up and down وايد. راحت بطولة العالم، بطولة العالم يعني ما تنقاص لأنه صارت يعني وايد أشياء، يعني ما كانت في الحسبان ويعني ما نحس بريس ما دام تكنسل. بعد عقبها جات هني كأس الملك، كأس الملك هي جات مو بجاهزة 100% حق الريس، وجات يعني وركضت سباق فوق الممتاز. بس يعني الكل عارف يعني يعني كانت شوي فيها المرحلة الأخيرة شوي مو يعني انظلمت تمام فيها. أنا أشوف فيات ثالث مع خيرة الخيل. إنزين وعقب ذي اليوم؟ عقب ذي اليوم ركبها سمو الشيخ ناصر في وينزر. وعقب وينزر؟ عقب وينزر راحت إيطاليا. إيه طلعت في الركزة كانت متصدرة. إنزين شنو إنزين؟ شنو كانت بعد في بطولة العالم؟ إيه نسينا صح، الدكتور، مشكلة الدكتور كانت في بطولة العالم. لا مو مشكلة الدكتور. المهم قد أكون غلطانة بخصوص تمام. الحين عندي الخيارات الأولية اللي بركبها إن شاء الله في الأشهر القادمة. يعني السباق الجاي من الحين تعرف من بتركب؟ أي نعم إن شاء الله. أرشح شنو هي؟ أن في خيول
شاء الله بفاجئ الناس كلها. وتتوقعون أقدر أسمع هالجملة من عبد الرحمن وما أسأل من؟ شيء يعني ما يخفى على أهل القدرة كلهم. فرس الإسبانية تبع اللي كان يملكها أليكس كالندريا. فرس حازت مرتين مركز ثاني في بطولة العالم. المركز الثاني في بطولة العالم أمريكا تكنسلت، لكنها كانت المركز الثاني في سلوفاكيا. فرس بطلة، أليكس مدرب بطل. امتلكنا الفرس هذه من عقبة. وبتشوفونها إن شاء الله في شهر 12. إذا بتلاحظين سموه من العام ما عنده شيء خشة، قاعد يلعب على المكشوف. يعني إحنا ما كان عندنا خيار إلا هذا الخيار، إن كل سباق يكون فيه نسخة 160 عشان نكثف في الخيارات ونوصل بطولة العالم. ما عندنا أي عدة. من الحين أقول لك إياها، ما عندنا عدة. لا 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 تصدقيني إذا تعذرت الشارع. ما في أصعب من حرب الأفكار. تفكير الجماعة غير عن تفكير الفرد، والنتيجة ما تكون دايماً تخدم الهدف إلا إذا كانت الأفكار تبني وما تهدم بعض. حزتها بس يكون الوضع مختلف. الخطوات الجريئة بتكلفك وايد إذا ما حسبتها صح، والأهداف اللي حتى ما حد فيها حلم بنشوفها تتحقق وبنقول كانت تسوى كل لحظة ألم. هذه كانت البداية بس، والجاي بيكون بعيد عن كلمة سهل. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى